السلام عليكم ورحمة الله. عزيزي المشاهد، هذه الحلقة بعنوان الحياة بسيطة. لا يهم من تكون أو أين تكون، وكم من مليون في رصيدك البنكي، وهل أنت سعيد بمقدار ثروتك، ولكن ينبغي عليك أن تحرر نفسك من العبودية التي استحوذت على إدراكك وعقلك، عبودية الاستهلاك. إن المجتمعات الاستهلاكية تحاول أن تهم الفرد أنه لكي يحقق ذاته فلا بد له من شراء سيارة جديدة كل عام، ولا بد له من شراء قمصان وأحذية من النوع الفلاني، ومن ثم تتحول كثير من الكماليات إلى ضروريات لا تكتمل السعادة بالحياة الدنيا دونها. لماذا نحن شديد التعلق بالأشياء؟ لماذا أصبح الامتلاك مرادفا للكينونة وعدمه دليلا ساطعا على الألم والحرمان؟ متى أكون أكثر سعادة؟ هل بأفعال لا تنتهي من الشراء؟ هل الشراء اللا محدود هو الوجود؟ لم نعد نعرف في مجتمعنا كيف نعيش ببساطة، لقد أصبحنا مستهلكين من الدرجة الأولى. كثير من المقتنيات أحدث هاتف ذكي وجبات كثيرة في أقل من يوم واحد، حلم امتلاك منزل فسيح وسيارة فارهة وارتداء أغلى الملابس والإكسسوارات ورغبات وشهوات لا تنتهي. لقد أصبحنا مبذرين ومخربين بشكل لا يطاق. نستخدم أشياء للمرة الأولى والأخيرة ونرميها في القمامة. نركب مزيدا من السيارات ووسائل النقل العمومي عوض المشي وحرق الدهون وتحرير الجسم من الخمول والكسل والجمود. الماء والهواء والطبيعة وفضاءات العيش، كل ذلك عرضناه ونعرضه لمزيد من التلف دون أن نشعر. لم نعد نعرف ونعي في مجتمعنا كيف نعيش ببساطة. عزيزي المشاهد، إليك الآن أربع وصايا لحياة ملؤها البساطة. أولا، لا تسأل نفسك لماذا تعيش بل ماذا تنتظر منك الحياة. سافر إذن لتنتعش روحك وترتفع معنوياتك. ثانيا، اضحك وامرح، ركز على اللحظة الراهنة فهي في حد ذاتها غنية بما فيه الكفاية. ثالثا، توقع الأسوأ وتقبل الحياة كما هي. رابعا، أحسن تقدير الحياة، فبما أن وقتنا محدود على هذه الأرض فإن السعادة أن نستمتع بكل لحظة من الوجود مهما كانت الظروف. شكرا لك، إلى اللقاء.